انطلاقتي كانت من 2011 عبر الدراجة النارية. بداية كانت الدول مجلس التعاون، دول العربية، مثل ما تعرف يعني إذا ناوي تباعد أو تطلع دول أوروبية آسيوية أو حتى أمريكية وأفريقية يبيلها تخطيط مسبق فيها. فتدريب متواصل لسبع سنوات في دول مجلس التعاون ودول عربية خلى شوي ينمي المهارة هذه فيني أني أخذ الجرأة أو الخطوة الكبيرة في روح المغامرة بالعالم الترحال. بلشت في أوروبا والنطاق يعني برا الدول العربية من 2018. الحافز لي اللي كان يعني يعطيني دافع أكبر أني أطلع طبعا البيت، تدري العيال والوالدة الأمور شوي لا أنت رايح مسافر بسيكل خطرة السالفة هذه، بالعكس وهم تفهموا الوضع شلون وطريقة يعني تجهيزي واللبس والتقييدي بالسيفتي والأمور هذه شوي عطاهم على قولتنا احنا إبرة بنجة شوي خلوني اني اقدر اني اطلع النطاق، خصوصا بالقارات غير اللي هي الآسيوية اطلع برا الى اوروبا وافريقيا. والله الحمد يعني هم دافع كبير يعني كان من البيت والربع والاخوان ما شاء الله عليهم مقصرين يعني كانوا بدونهم يعني شوي كنت أتحبط، بالعكس لا كمل ما في شيء صعب. يعني حتى بسفراتي برا كنت على تواصل تليفون يعني مع الشباب متواصلين وياي ها وين وصلت الأمور. فالله الحمد لا بالعكس يعني الربع والأخوان هم الحافز المعنوي لي أني أكمل بإصراري في رحلاتي القادمة والرحلات اللي أنا سويتها. الصعوبات كانت أنواع، يعني أول شيء تخطيط المسبق لأي رحلة تبي تقدم عليها لازم أنت تكون حاط مخطط من وين راح تبتدي إلى وين تنتهي، تعرف الأماكن اللي أنت تبي تروح لها، تتوجه إلى وزارة الخارجية هني بالكويت تسأل هل أنا هني محتاج فيزا، محتاج شنو نظام التأشيرات، نظام التأشيرات اللي أنا أحتاجها، العملات اللي يستخدمونها الدول هذه من مثل ما تقول الدولار أو نظام الجهاز الكنت اللي يشتغل عندهم الفيزا كارت والأمور هذه. فالأمور هذه أنت كلها لازم تكون بحسبان فيها، هذه أمور تجهيز ما قبل الرحلة. طبعا لازم تكون واعي على التضاريس، على المناخ، حر برد، لبسك، شنو أغراض ضرورية أنت تحتاجها. هذا موال عالم طويل ما ينتهي، خصوصا بأي شخص ناوي على رحلة. احنا شوي ليش نقول اهل الدراجات النارية شوي صعبين احنا بتجهيزنا، لان اذا انا طالع بسيارة عندي مساحة اكبر، واذا انا مسافر بطيارة انا اقدر اتسوق اقدر اروح باي مكان، بس انا بسيكل ملابسي على قدي، اغراضي على قدي، تركيزي يكون عالي، ملتزم في امور كثيرة ما اقدر اتخطاها بأمور التجهيز. الصعاب اللي مرت علي في بعض الطرقات اللي مرت علي كتضاريس في دول جوجل ماب ما يشتغل معاك نظام الخرائط، يشتغل معاك مثلا بالجارمن انك تمشي عليه نظام الخرائط هذا. بعض الأحيان الجارمن ما يشتغل الخط حتى إرسال سيرفس ما يكون معاك. تروح دولة تعاملها ما يعرفون إنجليزي، لغتهم روسية مثلا، أنت ما تعرف تتكلم روسي. تضاريس الشارع شوارعهم جدا تكون تعبانة بعد المطر، يكون طين بالشارع، زحمة، لا سمح الله حادث قدامك، أنت قوانين من دولة لدولة تفرق. الشارع أطول شارع اللي يعني أنا تعبت فيه كان طوله بين دولتين بين المونتينيغرو والجبل الأسود، طوله تقريبا 120 كيلو، خذ مني 6 ساعات يعني قيادة متواصلة، كان جدا صعب الشارع. هذا أصعب طريق صراحة للأمانة سكت فيه، والباقي الحمد لله تساهل من الله سبحانه وتعالى.
تجهيزات ما قبل الرحلة، تخطيطي طبعا يكون يفرق إذا أنا طالع في دول مجلس التعاون أو أني طالع دول أوروبية. يعني سفرتي يعني تجهيز الرحلة بين رحلة اللي تكون مدتها 14 يوم غير لما تكون رحلة مدتها 60 يوم. أنا شوي على قولة الشباب أني أفزع بالشغلة هذه. تشوف مثلا يطالع وياي ربعي أخلص شغلهم آخر واحد أنا أبلش فيه، نواقص تطلع معاي مو مشكلة، بس أن الأساسيات الرئيسية أنا دائما أجهزها مسبق. يعني على قولتهم تذهب الدواء قبل الفلعة، أزهب الشغلات اللي أنا أحتاجها لا سمح الله إذا أنا فيني يعني طحت في خطر أو أي شيء ظرف من الأظرف، يكون هذا من ضمن الأولويات. بعدين أبلش بالملابس الداخلية، الملابس السيفتي عزكم الله من الجوتي إلى الخوذة. عقب ما أخلص لبسي أنا سيفتي كشخص، أنا كمحافظ على نفسي كإنسان، أبلش الأمور الميكانيكية كسيكل، من سيرفس من صيانة للشغلات القطعة غيار اللي أنا احتمال أني أحتاجها. أكون في تواصل مع الوكيل بالكويت مع الوكلة نفس الماركة اللي أنا ماخذها من السيكل إلى الدول اللي رايح لها، أنا أقول رايح الدول الفلانية، فيكون تنسيق مسبق يعني يعطيهم العافية من الكويت إلى الدول اللي برا، لا ترى في شخص كويتي طالع من عندنا متوجه لكم يستقبلوني، وإذا أنا محتاج أي صيانة ضرورية للدراجة يسوون فيها. للأمانة الحمد لله تجهيز السيكل يكون بسيط، يقيدك في لبس معين، في أغراض كم معين تأخذها، والأمور حتى الأكل الضروريات اللي أنت تحتاجها لا سمح الله تنقطع تحتاج أي شيء، أنت لازم تكون جهز نفسك أنك ما تعتمد حتى على أي سوبر ماركت يكون موجود وياك. بلشت بالنظام السوشيال ميديا بالإنستغرام يعني السوشيال ميديا بشكل عام من بداية انطلاقة يعني من 2012-13، بس توسع النطاق يوم شفت المتابعين حريصين على الانتاج اللي عندي، يعني المحتوى اللي أنا أقدمه في عالم الدراجات النارية. المحتوى أنا دائما أحب اللي يعطيه خاص بهوايتي أو النشاط اللي أنا يعني أفهم فيه، فالله الحمد من 2015 إلى يومنا هذا متابعين حريصين يعني لحد يومك هذا، ها الرحلة الجاية وين، شنو مشروعك، الشباب اللي قاعد يسافرون من السعودية من الأردن من دول مجلس التعاون يدشون علي ضاري أنا بسافر مكان فلاني شنو تنصح، شنو أخذ معايا أغراض أو الأماكن، هل تنصح أني أروح للأماكن المعينة. فاستشارات بالعالم الدراجات النارية خصوصا بعالم الترحال لله الحمد يعني في الناس تثقفت بالعالم الدراجات النارية. قبل أي واحد راعي سيكل لا هذا مستهتر طايش الولد، الحين بالعكس الناس قاعد تتثقف، صار فيه وعي بعالم الدراجات النارية، صار لا بالعكس شباب كويتي قاعد يمثلنا برا الديرة، قاعد يوصلون أماكن صعب أن حتى الإنسان بسيارة أو حتى طيارة أنه يقدر يوصلها. عالم الترحال بالعكس بالكويت قاعد ياخذ صيت كبير ومبدعين للأمانة فيه بشتى المجالات. النصائح اللي أوجهها خصوصا بحساباتي بالتواصل الاجتماعي بشكل عام، أركز دائما أنا صاحب هواية خطرة دراجة نارية، دام أنا قررت أني أنضم بهذا المجال. مع الأسف عندنا مجموعة كبيرة يعني أنا أتكلم ككويت يعني هم هوايته وناسته ينسى نفسه، أمور السيفتي الخوذة لبسه الأماكن حتى اللي يروح لها. فدائما أنت لما تطلع من البيت لا حط في بالك أوكي أنا عندي هواية خطرة، بس ولكن أنا أحاتي عندي ناس بالبيت تنتظر رجعتي البيت، أرجع سالم بدون إصابات، أرجع مستانس بس مستانس بشكل صح. تخطيط لازم يكون تخطيطك صح بالأماكن اللي أنت تروح لها، يعني لا تقولي أنا سوق سيكل أروح مثلا شوارع فيها زحمة تسبب خطورة عالية، أنا طالع السيكل أبي أستانس ما أسبب إزعاج حق الآخرين، لأن إحنا مجتمعنا شرقي الشر يعم والخير يخص، إذا شافوا شخص واحد من نفس الهواية مستهتر راح يتخرب على الناس اللي صالهم سنين ملتزمين ويمثلون ديرتهم ويمثلون هوايتهم بأحسن صورة برا الكويت بالدقيقتين اللي أنت سببت فيهم إزعاج. فدائما أنصح الشباب أقول اللي أنت ما ترضى أنت طالع من فريجك تسبب إزعاج بفريجك، هذا الشيء لازم تسويه بالشوارع العامة.
بعالم الترحال بشكل عام أنا أحترم الوقت جدا، يعني شبه مقدس عندي الوقت. لما بالعالم الترحال إذا ما كسبته خلاص، يعني إذا يوم راح من وقت رحلتك، أنت الرحلة هذه ما تقدر تسويها يمكن بالسنة مرة أو كل 5 سنين مرة. فدائما الوقت في شباب تقسيمتهم للوقت تكون غلط. احنا لما نسافر بالسياكل برا الكويت، عالم يعني الرحالة بشكل عام خصوصا بمجال السياكل، احنا مسرانا مع طلعة الشمس إلى مغيبها. طلعة الشمس مثلا احنا كنضرب مثال 6 الصبح، فأنت لازم قبلها بساعتين إلى ساعتين ونص أنت قاعد من النوم تذهب أغراضك، تتريق، تشوف شنو ناقصك ما ناقصك، بعدين تتوكل على الله وتمشي على الراحة. الناس لا، يحرك 6 تلقاه قاعد 5:30، أنت بنص ساعة مستعجل تبي تخلص بسرعة، تنسى أغراض. يعني صادفتنا رحلة من الرحلات يعني مجلس التعاون، واحد نسى جوازه وطالعين، تأخرنا بدال ما نتأخر نص ساعة تأخرنا 3 ساعات، ردينا من الحدود رجعنا الفندق، من الفندق ردينا مرة ثانية. فالوقت دائما خلّه الفيصل في عالم ترحالك بشكل عام. أنا متى أطلع لازم أعرف وقت قبلها، ومتى وصولي، لأن وقت وصولك هذا مو يعتبر وقت وصولك. وقت وصولك أنا قدرة لما أوصل ساعة إلى ساعة ونص أحط أغراضي، أخلص أوزع شغلي كله، بعد هالترتيبة هذه كلها يبتدي هذا الوقت. هني أنا كأسلمة اللي أكون فنش يبدأ الوقت. حاليا هذه أول محطة بنزين وقفتها بعد الحدود الألمانية مع هولندا، تقريبا مسافة 130 كيلو. ترى ماكو حدود بينهم، طرق أنك تمر بالشارع ما في أي شيء، تغير الشبكة. عالم الترحال دخلني بهواية ثانية ما كنت يعني حاطها بالحسبة، يعني أنك تطبخ برا البيت، أو أن أي واحد لما يسافر تلقاه معتمد اعتماد كلي يا مطعم أو سوبر ماركت فاست فود بسرعة بسرعة يسويه بالفندق وهذا ويأكل. لا، عالم الترحال بالعكس، كنت أخيم، ما كنت أخذ الفنادق، يعني الفنادق كانت مقتصرة ببعض الأماكن، الباقي الأيام كان كلها تخييم. بالتخييم تعتمد على نفسك اعتماد كلي، يعني بالأمور الطبخ والأمور هذه الشغلات الصغيرة شلون تتسوي منها أكلة مميزة أنك تقدر تتغدى فيها أو تتعشى فيها على حسب الوقت أنت واقف بالموقع التخييم. فعالم الترحال مجال يفتح عليك هوايات يعني للأمانة تبدع فيها، لأن أنت في ظرف مجبور أنك لازم أنك تعتمد على نفسك اعتماد كلي. تعلمت الطبخ، تعلمت شلون أتكيف أني أنام في أماكن، يعني نمت في أماكن تحذيرات اللي فيها، يعني هني عزك الله إذا بتنام بالبر ضب حصن يطلع لك، هناك يطلع لك دب، يطلع لك وشق، يطلع لك الحيوانات المفترسة هذه، شلون أنت تذهب نفسك لهم، شنو الأجهزة اللي وياك فيها. بالعكس يعني يخلي الإنسان ينطلق في مجال عالم ما يخلص، ما يقدر إنه متى هذا يخلص. أحب أوجه نصيحة حق كل الأشخاص اللي عندهم هواية وخايفين أنها تظهر بالصورة. بالعكس، ترى أنت اللي قاعد تسويه مو شيء غلط ولا مخالف شرع الله سبحانه. بالعكس، طور من هوايتك، والشيء البسيط اللي أنت تشوفه يمكن يوم من الأيام يصير إنجاز وطني، إنجاز يفتخر فيه كل الشباب الكويتي. العمر مو مقياس للأمانة، كنا نسافر ونشوف الناس اللي برا ما شاء الله عليهم لي أعمارهم 70 سنة وعندهم هوايات وقاعدين يطورون فيها. أنت بالعكس خل هذا جزء متنفس في تفاصيل حياتك، وبالعكس الإنجاز هذا مستقبلا لا قعدت بين عيالك ويعني أهلك تقول لا أنا سويت كذا كذا كذا. بالعكس، شخص إذا مو قادر يسوي أنت سويته هذا يعتبر إنجاز.